بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبناءنا وبناتنا طلاب كلية الصيدلة الفرقة الأولى، أهلا وسهلا بكم في تكملة لمحاضرات الميديسينال. نتكلم النهاردة عن الداستنج باودرز، وهناخد 6 حاجات إن شاء الله. الحاجة بيسموهم الشوك أو البريسبيتيتد شوك او الكالسيوم كربونيت، تلك او بيسموه فرنش شوك، دايتومز او الدايتومايتس، لايكوبيديوم، الكمالة، اند لوبيولين. اول حاجة البريسبيتيتد شوك، طبعا دي بتتحضر عن طريق كيميكال رياكشن، بتفاعل الكالسيوم كربونيت مع صوديوم كالسيوم كلورايد سوري مع صوديوم كربونيت، بيدينا طبعا هنا الكالسيوم كربونيت بالاضافة الى صوديوم كلورايد او ملح الطعام. لما نبص على الديسكريبشن بتاع بريسبيتيتد شوك، طبعا هو في الغالب الكونديشن بتاعت بودر، الكلر بيبقى وايت، اودرلس، تيستلس، التاتش بيبقى سموث هوموجينس، انسولبل ان كولد ووتر. التست بتاعه انا لما بحط عليه دايلوت اتش سي ال بيدينا افيرفيسنس ديو تو ايفولوشن اوف كربون دايوكسيد جاس. تحت الميكروسكوب في 2 تايبس، اللايت شوك والهيفي شوك. اوكي، الفرق بينهم بس انه اللايت شوك بيبقى سمول بارتكلز عامل زي الكلامبس كده، وده لما بيكون الرياكشن اون كول، يكون ان هوت بيدينا اللي هو ايه لارج بارتكلز. في بعد كده التلك او الفرنش شوك، طبعا ده بيبقى بيوريتيف او بيوريفايد نيتيف هيدريتد ماجنيزيوم سيليكيت. طبعا نفس القصه، بيبقى فاين باودر، يمكن كلنا عارفين التلك اللي هي بودره التلك اللي بيستخدموها الاطفال الصغيرين، بيبقى فاين باودر جراي اودرليس تيستليس، بيبقى سليبري، يعني التاتش بتاعه بيبقى سليبري كده، اللي تحس ان هو ايه بيبقى دهني شويه. هوموجينوس سولوبيليتي، طبعا انسولوبل ان كول ووتر، في نفس الوقت انسولوبل ان دايلوت بي سي ال وذ وذ فيرفيسنس اند ايفولوشن اوف كربون دايوكسيد جاس. تحت الميكروسكوب التلك بيظهر لي على زي ما احنا شايفين بارتيكلز اوف فاريوس سايز اند شيبس، بتبقى irregular ان شيب زي ما احنا شايفين، ما لهاش شكل محدد، ولكن ما يميزها ان هي بتبقى ايه الانز بتاعتها بتبقى بيسموها جاجد اند لامينيتد انز. اكتف كونستيتوينت طبعا الموجودة عبارة عن هيدريتد ماجنيزيوم سيليكيت، طبعا دي الفورمولا دي هيدريتد ماجنيزيوم سيليكيت، فيها 2% of iron oxide and traces of aluminum oxide. طبعا الجريش كونتنت بتاعتها هي تحس ان هي كده واخده لون ايه، هو لونها بيبقى وايت ولكن فيها سم جراي، ده بسبب وجود الايرون اوكسايد الموجود فيها. استخدامات بتاعتها طبعا هي مينلي بتستخدم كبريباريشن في داستنج باودرز اللي هي المساحيق بتاعه التجميل والبودره، بستخدمها طبعا مينلي كليوبريكانت فور مساجنج، اوكي اللي هي طبعا خاصه للاطفال، وتستخدم في ميكنج اوف تابلتس لصناعه الاقراص، واحيانا بتستخدم ك كلاريفيكيشن اند فلتريشن اوف كلاودي فلويدز، يعني انا بستخدمها عشان اعمل ايه بيها فلتريشن. في بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها الدياتومز، او ليه اكتر من اسم، بيسموه الدياتومايت او كيس الجو او الدياتوميشيوس ايرث، فده عبارة عن سريشيوس سكيلتون اوف فوسيلز دياتومز فاميلي باسلرياسي، طبعا ده سب الجي من او سب فاميلي من الحالب او الالجي، تبقى موجودة في البحار والانهار،
هنا بيحصل ديث للنوع ده من الفوسلز، فهتبدأ تكون لي الايه الدياتومز. الديسكريبشن بتاعه يعني انسوربل اون كولد ووتر اند روتس ال زي اللي فات، بيبقى هوموجينس طبعا. التاتش بتاعت الدياتوم بتبقى سموز ولكن نوت سليبري، بتبقى تيستلس واودرلس وجريش وايت وفان باودر. اندر مايكروسكوب الدياتومز لي تو مين جروبس، اوكي، حاجه بيسموها فريش ووتر، والفريش ووتر ده اللي هو بتاع اللي بيكون موجود في الماء العذب اللي هو زي الانهار، اوكي. ده بيبقى من اسمه كده بيبقى elongated، وبيسموه البنيت فورمز. ده بنيت فورمز او elongated ده انديكيت ان الدياتوم ده زي من فريش ووتر. النوع التاني عكسه خالص، ده المارين او السي، ده بيبقى ديسكويد فورمز. معنى ديسكويد يعني ايه؟ عامله زي شكل الزرار كده، بتبقى سيركولار او احيانا بتانية بتبقى ايه تريانجولار. ده الشكل بتاعه يعني، ده واضح جدا ان هو البنيت فورم او الانجيتد فورم اهو، اللي هو ده بسميه الايه الفريش ووتر دياتومز. والتاني اللي هو الديسكويد فورم اهو، ده الراوندد، واحيانا تانية بيبقى تريانجولار، بس الراوندد او سيركولار بيبقى اكتر، وده اللي بيبقى جاي منين؟ من اللي هو بيسميه السي ووتر دياتومز. اوكي، طيب تحت الميكروسكوب بيظهر بالطريقة دي اهو الدياتومز، بيبقى زي ما احنا شايفين، ده اللي هو طبعا المارين او السي ووتر دياتومز، بيبقى سيركولار ان شيب. اكتف كونستيتوانتس طبعا هنا النسبة الكبيرة خالص بتبقى عبارة عن سيليكا with traces of aluminium oxide. طبعا في other oxide زي الكالسيوم اوكسايد والمغنيسيوم اند ايرون اوكسايد. استخداماته طبعا بيستخدم في عملية الفلتريشن اند كلاريفيكيشن اوف تيربت فلويدز اند ديكولاريزيشن. يعني ايه؟ هو بيعمل ادزوربشن للكلر، فانا ممكن اعمل ديكولاريزيشن عن طريق الدياتومز. بيستخدم في المانيفاكتشر اوف توث بيست اللي هي المعادين بتاعت الاسنان. بيستخدم في الفيس باودر اللي هي زي الكومباكت باودر والحاجات دي اللي بتستخدم في ادوات التجميل. في النيل بوليشرز اللي هي ايه النيل بوليشرز او الاكلادورز والسوبز والكلام ده كله. برضه في الكروماتوجرافي اللي هي طرق الفصل بتاعت الميكشر من المركبات الكيميائية، بيستخدم طبعا ك سوليد فيس او سبورت ماتيريالز في الكولم، حاجة كده بيسموه كولم او بالعربي يعني عمود زي السحاحة كده شفتوها في التحليلية، بس بتبقى اكبر شوية، وبحط فيها السوليد فيس اللي هو هنا عبارة عن الداتومز، او في الثيل لير كروماتوجرافي خدته برضه التحليلية. في بعد كده اللايكوبوديوم. اللايكوبوديوم ده عبارة عن سبورز اوف كلابموس لايكوبوديوم كلاباتم فاميلي لايكوبيدياسي. الديسكريبشن بتاعتها طبعا بتبقى هي عبارة عن سبورز، يعني بتبقى فيري موبايل باودر، بيبقى نوت سوربل ان ووتر، ولكن بيحصل له فلوتنج على السيرفس بتاع الووتر. اللون بتاعه بيبقى يلو، بيبقى odorless, tasteless, homogeneous, unaffected with dilute acid or alkalis. ده الشكل بتاعه اهو زي ما احنا شايفين. هو بتبقى عبارة عن سبورز، تمام، زي ما احنا شايفين اهو. ده طبعا under light microscope طبعا موضحة جدا هنا. بيبقى لها 3 faces، ادي واحد وادي اثنين ادي ثلاثة ادي 1 2 3 faces، flat and triangular in shape. و لما تبص عليها تحسها ان هي كده ايه rounded. هنا يعني في حاجة مهمة جدا في اللايكوبوديوم، ان هو بيستعمل في حاجة بيسموها numerical calculations او numerical count، لان لقوا ان كل 1 ملي جرام من اللايكوبوديوم بيحتوي على about
94,000 سبورز، يعني في fixed number of spores. اوكي زي ما احنا شايفين، فهو ده للتو فيس. ده الكونفكس سيرفيس. اوكي يعني تحس ان كده عامل زي الايه، زي النتورك او زي الهانيكومب ابيرنس. اوكي زي ايه الهانيكومب ابيرنس، او زي الخلية بتاعت العسل. ده طبعا ايه الثري فيسز اللي احنا قلنا عليهم، ادي واحد اثنين ادي ثلاثة. تحت الميكروسكوب انا بشوف الطريقة دي الاكتف كونستيتوانتس واليوزز. في فيكسد اويل او بيسموه 40 الى 50% فيكسد اويل، اللي هي جليسرايز اوف لايكوبوديوم اوليك اسيد 80% and myristic acid 2%. في بعد كده 3% sugars and phytosterine and sterols. في traces من الالكالويدز بيسموهم لايكوبيدين، او يعني مسمينا على الاسم الكومون نيم بتاع لايكوبيدين. الاستخدامات بتاعتها بيستخدم كتستنج باودر ان بيلز مانيفاكتشر، اللي هو في صناعه البيلز او الحبوب بتاعت الادويه. ان كوانتيتيف مايكروسكوب اللي احنا قلنا عليها، ليه بيستخدم في الكوانتيتيف مايكروسكوب؟ لان قلنا احنا ان كل 1 ملي جرام من اللايكوبوديوم بيحتوي على فيكسد نمبر اوف سبورز، اللي هم 94,000 سبورز. ومعنى كوانتيتيف مايكروسكوب يعني بقول لك ايه، ان هو ده طريقه من طرق اللي بتستخدم في الديتكشن اوف ادلتريشن، او الكشف عن الغش. وده بيستخدم في الحاجات اللي هي ايه، بتبقى فيها حاجة بتبقى كاونتابل. يعني ايه؟ يعني مثلا بيقيس النمبر اوف ستارش جرانيولز اللي موجودة في نبات زي الجنجر او الزنجبيل، ويقارنه باللايكوبوديوم. فطبعا دي بتديله قراية معينة، القراية دي بنقارنها بمين، بالستاندرد. او مثلا حاجة زي الفلاور بتبقى فيها numbers of pollen grains، اوكي زي البيريسرم مثلا، وهكذا. بتستخدم في المانيفاكتشرنج اوف فاير وورك ديو تو فيكسد اويل. يعني ايه، من زمان كنا بنستعمل، كانوا بيعملوا البومب الصغير ده، ودلوقتي طبعا الفاير وورك اتطورت، فبتخش في صناعه الايه الفاير وورك. النوع الثاني او الدستن باودر الثاني اللي هو الكماله. الكمالة من اسمها كده عبارة عن glands and hairs. اوكي يبقى في glands and hairs، يعني trichomes that cover the fruits of Malottus filipinensis family Euphorbiaceae. Malottus filipinensis family ايه؟ Euphorbiaceae. طبعا الكالر بتاعها ده بيبقى في الغالب ريد، الدار ريد كالر، بيبقى tasteless. بيبقى float on the surface of water, insoluble أو soluble in alcohol, ether, chloroform and caustic alkali. وطبعا لما بيدوب بيدي لون red color أو deep red color، لأن هي already الكمالة بتبقى لونها ايه، dull red color. ده اللي هو الشكل بتاعها. دي اللي هي يمكن خدتوها انتوا النوع ده من الترايكومز مع العملي، اللي هو بيسميه الستيليت ترايكوم. زي ما احنا شايفين هي بتبقى يونيسيلولار ولكن ليها اكتر من برانش. ودي اللي هي مين، اللي هي احنا قلنا عليها اللي هي ايه، الجلانز. اوكي طيب الهير طبعا زي ما احنا شايفينها بيجي بوصفها، بيقول لك ان ده ثيك وولد كيرفد يونيسيلولار اند ارينجد ان سمول راديتنج جروبس، اهو زي ما احنا شايفين سمول راديتنج جروبس. والوول بتاعها بيبقى ايه، بيبقى لجنوفايد، يعني الوول هنا بيبقى لجنوفايد. اوكي هنا الجلانز بتبقى ديبريست ات سنتر. اوكي وبتبقى طبعا فيها ايه، فيلد، وزي ما احنا بنقول ان الجلانز بتبقى فيها سيكريشنز، فهنا بتبقى فيها ايه، ديب ريد ريزنز، والريزنز ده بسكريتد باي كلوب شيبد سيلز راديتنج from common center. زي ما احنا شايفين ادي السنتر بتاعها اهو، وفي طالع منها ايه، radiating club shaped cells، دي كلها عبارة عن خلايا طالعة من السنتر ده. والخلايا طبعا دي عبارة عن ايه، هي اللي بتكون لي الجلانس.
الكونستيتوانس فيها حاجة بيسموها فلوروجلسين. اوكي، فلوروجلسين عبارة عن 11%، وده هو المسؤول عن الانثلمنتك بروبرتيز بتاعتها. تمام، انثلمنتك يعني ايه؟ يعني قاتل للديدان او طارد للديدان. اوكي، الفلوروجلسين دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن الروتلرين اند ايزوروتلرين. ده الاسم بتاع مين؟ بتاع الفلوروجلوسين ديريفاتيفز. فيها 60% ريزن وفيها 2% اوف واكس. اوكي، طيب الاستخدامات بتاعتها احنا قلنا اول حاجه الانثلمنتك، يبقى افكتيف ريميدي فور تاب وورم. التاب وورم ده نوع من انواع الديدان. طبعا انت لما تيجي تشوف تحليل بتاع وورمز تبقى اكتر حاجه الاطفال مصابين بيها. في انواع من الورمز، في اللي هو التيب وورمز، في ثريد وورمز، في راوند وورمز اللي هي الدوده الشريطيه والدوده الدبوسيه والدوده يعني هما ثلاث انواع. طيب هو هنا طبعا في حاجات بتبقى تينوسايد يعني او بتقتل الديدان دي، وفي حاجات بتعملها اكسبيلنج يعني ايه تطردها خارج الجسم. برضه ليها انتي فانجل افكت اللي هي التينوسايد اللي هي مرض الجلد اللي هو اسمه التينيا. تمام، الفيترينري ميديسين تريتمنت اوف بولتري اللي هي في البولتري اللي هي ايه الدواجن. طبعا هي عشان لونها ريد فبتستخدم فور داينج اوف سلك او في الصباغه بتاعه الحرير، لان هي لونها بيبقى ايه ضل ريد ان كلر. في بعد كده اللوبيولين. اللوبيولين بيتكون من برضي الجلاندز اللي هي جاية من النوع معين من انواع الفروتس بيسموه سروبايلز اوف هيومولس لوبيولس فاميلي كانابينيسي. هيومولس لوبيولس فاميلي كانابينيسي. نلاحظ هنا ان هي تتكون من ايه؟ من جلاندز عاملة زي الباسكت كده او عاملة زي السلة. اوكي، ليها بيتر اند اروماتيك تيست، داركن ان كلر، وبتصبح بعد كده براون ديورينج ستورج. اوكي، طيب هي عامله زي كده زي الكب شيبد. تمام، والكريتيكال بتاعها بيبقى كونكيف سيرفيس which has been raised by secretions of oily and oleo resin. يبقى هنا دايما احنا اتفقنا ان الجلاندز بتبقى فيها ايه؟ فيها secretions. السكريشنز دي ممكن تكون هنا عبارة عن oleo resin او oil. خلاص، طيب فطبعا الجلاندز دي لما يحصل لها براست او انفجار بيحصل discharge للاويل الاويلي ليكويد الموجود داخل الجلاندز. طبعا الكونستيتوانتس احنا قلنا اوليو ريزن يعني فيها، اتكلمنا قبل لما اتكلمنا في الفولاتايل اويل وقلنا لما بقول اوليو ريزن معناها ان ميكشر من الريزن اند فولاتايل اويل، والنوع الفولاتايل اويل بيبقى من التوربينز اند سيسكي توربينز استرز اللي هو 15 كربونة. بيتر برنسبلز بيسموه فلوروجليسينول ديريفاتيفز زي الهوميولون واللوبيولون ده من الاسم بتاعه. فيها ريزن اند واكس زي ما اتفقنا، وفيها كولين بيز ده نوع من انواع الالكالويدز. اوكي، زي ما احنا شايفين هي ليها فيها بلاتايل اويل وقلنا ليها اروماتيك اودر، ولكن ديورنج ستورج اللوبيرين يعني جرادولي اكواير ان امبليزنت اودر اوف فاليريانيك اسيد. طبعا هنا ليه؟ لان بيحصل ديكومبوزيشن للاويل والريزنز الموجود داخل اللوبيرين وبيدينا الانبليزنت او الديس اجريبل اودر اللي هو بيتكون نتيجه للديكومبوزيشن بتاع الاويل وبيكون لي الفاليرانيك اسيد. الاستخدامات بتاعتها بتستخدم كستوماشيك انتونيك، حاجه كده بتفتح الشهيه ومقويه. هيبنوتيك تو بروموت سليب عشان البلاطيل الاويل موجود فيها. اند بريباريشن اوف بير او في صناعه الايه البيرة او الخمور. هذا اخر واحد.